بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم على قناة سي سلموني تريدينج شانل مع الكورس الفلكي السلموني عنوان محاضرة اليوم كيف تتعدد المشارق والمغارب بالإضافة إلى الإشارات القرآنية التي تدل على تعاقب الليل والنهار وكروية الأرض ودورانها حول نفسها يجدر بنا أن نذكر بعض الآيات القرآنية التي تدل على تعدد المشارق والمغارب لأنها مرتبطة بهذه الظواهر هذه الآيات وصفية فقط وملاحظتها أمر شائع لكل من كانت له عين تبصر، لكن حدث بعض الخطأ في فهم بعض الناس حول آيات القرآن في الكلام عن المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب لدرجة أن هناك بعض أعداء الإسلام ممن ادعوا بأن القرآن فيه تناقض فكيف يقول الله عز وجل في سورة المزمل الآية رقم تسعة رب المشرق والمغرب ثم في سورة الرحمن الآية رقم سبعة عشر يقول رب المشرقين ورب المغربين ثم في الآية رقم أربعين من سورة المعارج يقول تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، وهنا اسمح لي عزيزي المشاهد بدقائق من وقتك الغالي الثمين لنرى كيف أن الله عز وجل تكلم عن مشرق واحد ومغرب واحد ومشرقين ومغربين ومشارق ومغارب وصدق الله عز وجل في كل ما تكلم به ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا اذا كيف نربط بين هذه الايات الثلاثه من وجهه نظر علميه هذا ما سنحاول عمله في الجزء الباقي من المحاضره بعون الله وتوفيقه. أرجو من حضرتك الإشتراك في القناة والضغط على زر لايك حتى تعم الفائدة. إذا نظرت إلى المكان الواحد فكل مكان له مشرق وله مغرب، مشرقي أنا يكون مغرب عند غيري، فمثلا إذا نظرنا إلى نصف الكرة الأرضية نجد أن الشمس تشرق عليه وفي نفس التوقيت تكون قد غربت. على النصف الاخر اذا سبحان رب المشرق والمغرب مشرق على نصف الكرة الارضية ومغرب على النصف الاخر منها يعني حينما تشرق الارض عندي تكون قد غربت عند قوم اخرين وحينما تغرب عند هؤلاء القوم تكون قد اشرقت عندي لذلك نجد انه مع كل مشرق مغرب ومع كل مغرب مشرق وعلى ذلك فانه يوجد مشرقين ومغربين سبحان رب المشرقين ورب المغربين والعلماء قالوا ان رب المشرقين ورب المغربين المقصود به مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف لاختلاف المطالع في كل منهما وعندما يحدث هذا الشروق والغروب نجده يتكرر كل واحد على مليون من الثانية في شروق يقابله غروب لأن الأرض مقسمة إلى 360 درجة لو فرضنا أن النصف الذي تشرق عليه الشمس 180 درجة والنصف الآخر الذي تغرب عليه 180 درجة وكل درجة رياضيا تساوي 60 دقيقة وكل دقيقة تساوي 60 ثانية وكل ثانية تنقسم إلى 60 فمتو ثانية فإذا أوجدنا حاصل ضرب 360 في 60 في 60 في 60 360 درجة في 60 دقيقة في 60 ثانية في 60 فمتو ثانية نجد أن الشمس تشرق كل يوم وتغرب في زمن قدره واحد على مليون من الثانية إذا يبقى في مشارق يقابلها مغارب سبحان ربي رب العالمين رب المشارق والمغارب وللآيات تفسير بلاغي جميل جدا حسب موقع كل آية في الصورة التي جاءت بها هذا التفسير ممتع جدا للعقل والقلب والذهن، هذا ما سوف نتناوله بالشرح والتفصيل في اللقاء القادم إلى أن ألقاكم لكم تحياتي مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وذكر نفسي واياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب وفضل واهميه وضروره التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته